السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ عساكم بخير. نرجع لكم مراجعة ديمو فيفا 19. صراحة ما متحمس للعبة ذي، هذا الجزء صراحة بعد ما شفته نفس البلاء حقتهم، نفسي يعني ما غير كأنك تلعب فيفا 18، يعني ما في أي فايدة. وش اللي نفس الشيء؟ هي صح فيها تغييرات، فيها دوري أبطال أوروبا وفيها يعني أشياء حلوة، بس اللعب نفس الشيء. يعني الناس الحين تشتري فيفا عشان ألتيمت تيم، راح تظل نفس السياسة، يعني غير نفس السياسة الخاصة حقتهم تستمر، من غير الجيم بلاي نفس الجيم بلاي، يعني ما تغير أي شيء فيه. يعني كان نسخ لصق يعني من فيفا 18، يعني ما كان، بس اضافوا الرقم وغيروا في اللعيبة وغيروا، اما يعني ما في شيء، لا تحسن ولا شيء، نفس يعني خسارة والله. صح فيها تغييرات حلوة زي ما قلت لكم، دوري ابطال اوروبا وقصة انت راح تتطور، هذه ايش قلعتها والله صراحة، ما فقدت الاهتمام بعد ما يظلون على نفس السياسة حقتهم ذي. صراحة جاني احباط صراحة. وش اقول على الديمو يا اخي؟ المرة السنة اللي فاتت كنت فرحان واتشقق من الفرحة، ويمكن بغيت انط من الشاشة، السنة ذي خلاص يعني نفس والله. شوف تحسرت اني اخذت نسخة الايكو اديشن، يا اخي قهرني يا اخي، ادفع فيها $100 واخر شيء يعطوني لاعب اعارة، ويا ليت الباكيجات زي الناس، يا 40 باكج زي قلتها، جيب لي لعيبة مكررين يا اخي، ايش ذا؟ ولا لاعب طلع لي عليها القيمة، يعني ايش الفائدة من نسخة الايكو اديشن؟ ادفع $100 على اي اساس؟ قهر يعني نفس السياسة. بعدين حطوا نزلوا أول شيء كانت اللعبة حلوة في التمتين، بعدين نزلوا تحديث خلوا أي واحد منو بيفوز عليك، يعني ما يهم مستواك، ما يهم اللعبة اللي عندك، ما يهم ذهبية، ما يهم، أهم شيء بس خلاص أول واحد تشكيلته كله برونزي يفوز عليك. ليش يا أخي؟ في طاقات فيها معقولية، هي حتى لو كان لاعب كويس بس في معقولية يا أخي. إذا الحارس اللعيبة عندي يصيرون بول الدفاع، مع إنه أحسن مدافعين يعني مشتريهم ذهبيين، وفي بعضهم خاص برضه يسوون بلهات، يعني ما أحد يسويها، يعني يخفض الذكاء الاصطناعي للعيبة، إيش الفائدة يا أخي؟ بس عشان المنوب بيفوزون يعني يشترون في اللعيبة يعني على حسابنا يعني. انا مش من زمان انا ملاحظ يعني فيه بس على تخفيض تخفيض تخفيض، اخي ندمت اني اخذتها والله صراحة، ما دام هذا اسلوب الشركة والله شيء يعني يحبط. انا ما شكلي بحول على بيس السنة دي، مالي اي اهتمام فيه، فالله ما نزلها تخفيض تخفيض جامد يعني زي الحين، اخذتها ما عليها تخفيض والله، خلاها تقعد في الستور لما تخيس، ما همتني صراحة السنة دي. نجرب بس، نرجع بس نشوف. المهم ايش ثاني؟ زي ما قلنا مميزات ان السنة دي فيها دوري ابطال اوروبا، اخذوها خلاص بيس، خسارة الحقوق البطولة دي اخذتها فيه، بس برضه الخياس يبقى خياس، يعني وش فايدة الاسامي دي والبطولات والجيم الخايس، طريقة الجيم بلاي نفسها يعني نسخ لصق من، يعني ما تحسن شيء. بس صح في تحسينات الحين يقولون الضغط ولا بس، هي نفس موجودة في فيفا 18، يعني يضحكون علينا ذول، هي نفسها تقدر تسوي بإعدادات في فيفا 18 طريقة كذا بسيطة، بس هنا يحسنوا لأنه جبنا شيء جديد. يا شيخ كله خرا بس.
ما عليه يا شباب، انصحكم يا اخي حتى لو تحبون الكورة خلاص خلي استمع على ينزل تخفيض خذوها، ولا حولوا على بيس، ترى بيس يقولون السنة دي يعني حلوة، ما عليها لا ضغط ولا شيء، ولا هي بيس هي الاساس صراحة. يعني فيفا طلعت من بعد ما طاحت بيس، هي طلعت نص يعني، وانا منهم يعني، كانت تقدم جيم بلاي حلو، وطور هذا التيم يعني كان في تنافس يعني، قبل حركات الباكيجات وحركات ادفع وحركات البوينت، خلاص يعني كم سنة هم على البوينت ذي؟ 4 سنين خلاص جددوها يا أخي. نفس الشيء ما في تطوير، ما في مثلا انا اشتري بوينت واقدر احول فلوس عشان اشتري لعيبة، بدل يطلع لي باكج كله خايس يعني، لازم غصب غصب هي الشغلة. لان هي خاص تكفيك 150 تلعب فيها في طور ال شو اسمه الدرايف، تطلع مرتين واحد تطلع تروفي حق وخلاص يعني، وش الفايدة؟ وش الفايدة كل شوي اشحن والعب الدرايف ولعيبة ما يبقون عندي حتى، خلاص قلق والله. يمكن فيفا حسنت، فيفا 18 الوحيدة انها فيها طور شو اسمه، او نسيت المهم يدونك فلوس يدونك، بس هذه انقاذ للعبة يعني، ما اشوف لها داعي. يمكن تستمر في فيفا 19، بس معدل حركات البلا ذي النصبية اللي يسوونها كل سنة يا اخي كرهتنا خلاص، راح تستحمل سنة سنتين يا اخي ولا الدرجة ذي يا اخي؟ شل المنو بيفوزون، الا واحد تشكيلة برونزية زي ما يقول لكم يفوز، لو واحد تشكيلة ذهبي ومعي لعيب اساطير يعني، والله يا ريت يفوز بحرف انا على لعبه يا اخي. الاخطاء الدفاعية فاتحة مني، ما ادري كيف اللعيبة كذا ينخبلون، ما ادري كيف، ما ادري ايش تصيبه اللي يفوزونه، ايش البلاء هذه؟ هي ما هي مرة مرتين، يقول يمكن طاقات اللعيبة، انا مشيك على اللعيبة كانت طاقاتهم زينة، يسوي فشة خلق يا اخي، اخي والله قهر يا اخي قهروني. المهم يا شباب احد يشتريها السنة دي نصيحة، الا اذا جاء عليها تخفيض عاد خذوه. المهم صح، المهم زي ما قلت لكم، ها شوفوا الاعدادات هنا، شوفوا هذا اللي يقول لك على التكتيكات، يقولوا يعني انه مدري اسلوب الدفاع نفسه في ال 18، بس تغير اللهم كذي كذي، في طريقة تغيرها تغيرها بالهذا، ومنية ومنية ويعني نفسه، بس تضحكون علينا. والتعليق زبالة، والتعليق العربي للأسف في 18 كان مرة خياس، وش أقول لك يعني، معلق واحد ويكرر نفس الكلام طول المباراة يعني، يبغى يحط ميوت ولا أتسمع الصوت يعني. المهم على العموم يا شباب زي ما قلت لكم، خذوها تخفيض، أحد يشتريها وينكب، إني نسوي حركة يعني، إني دخلت طلب مسبق تلعب قبل 3 أيام يا شيخ يا عمي طير، بس كل هوا بس الله يطلعك ويلعب لعبتك ذي الخايسة. على العموم مراجعة، مو مراجعة يعني، هذه ديمو يعني، بس أنا كنت بقول كلمتين بقلبي على فيفا من زمان، خلاص طاق هذا عافات النفس خلاص. المهم نشوفكم مراجعات ثانية والعاب مو ديمو، يلا السلام عليكم.